ايوا اش غنقول لكم؟ نهار الله اللي كيسجلها واللي كيعطيها لانستري واللي تيكتب ليها واللي تيشوفها غير دايزه حداه وما دار لها حتى شي حركه، نهار الله عليه. شاربوه وجالسوه والله الا دايره بحال الشراب هذيك حاملوه وجالسوه وشاربوه كلشي النعله والله بالله سلم على المدينه مو بالله اخي عثيمان. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم الخبر انتم شفتوه الله صحوا له هاد الهضره هذيك ولا راه سميتو طوندونس ماشي طوندوس صاحبي اش نقول لك والله لاقيني معاه بشي درب ما كيخرش والله لاقيني معاه شي ضرب ما تيخرجش وصافي. السلام عليكم شكون هادي؟ هادي كان كيعرف هذاك المسروله. انا ما عنديش الغرض بها، انا عندي غرض بهذاك اللي بغي يبينا فهمتيني، حيت راه كاين واحد الحمار نتوما ما عارفينوش اللي بغى يعرف واحد القضيه بان هذيك راه فهمتيني راكم عارفين اخويا تنقول لكم الهضره كنقول لكم شي حاجه ما فيهاش الشك. واخا ما بغيناش نجبدو لان نقول باش ما يعرف شنو كاين، هادي راه ما كنشوف اخوتي راه يطلقها على عباد الله، لان هادشي بسبب كلشي كيسولني تيقول لي طلع لي دماغي كيفاش بلانا كيفاش بلانا، ديك اخوتي راه مالكورة ما تلعبها، شوفي جد الانس طلعت لهم داك الزواسيتي من داك بحال علين، بالتالي بدا داك لانكوني على حسب صافي هي دارت عندها الخصايل مع الزاوة، راكم عارفين داك الاشكال اللي عندها مع الزاوة الحسابات على القلوة بيناتهم لما نبين لكم